طب خليني أسألك، هنتعامل مع التنمر ده ازاي؟ يعني في الحدث ده وفي غيره كتير، على فكرة التنمر لم يعد مقصورا على الشخصيات العامة زينا مثلا، اللي احنا نصحى الصبح نلاقي ناس تشتمنا صباح الخير مبدئيا كده وهم عايزين يشتمونا، ما علينا. لكن الناس العادية اللي فجأة بيتم التنمر بيها لأنها مثلا قالت رأي ما على السوشيال ميديا فاختلفوا معاها، أو مثلا واحد ضد حماس أو مع حماس، أيا ما كان الوضع هنا أو في قضايا أخرى، تنمر تنمر وتنمر قاسي بقى، فيه قسوة على السوشيال ميديا، نقدر نتعامل معه إزاي يا دكتور؟ هقول لحضرتك حاجة. أي ترند في الدنيا مهما علي له عمر، ده يومين ثلاثة بكتير. خلينا نقول انه يعني نظريا اب 13 يوم. اي ترند لما بيعلى، لانه اصل بيطلع اللي بيغذي الترند، وتشتيت الراي العام احيانا بيبقى مبني على ان انا اخد خلاف بين شخصين. الخطوه الثانيه احول هذا الخلاف الى خلاف بين الحق والباطل، البس حد فيهم ثوب الحق والاخر ثوب الباطل. وده حصل في الازمه دي طبعا. فنان كذا عمل كذا فنلبسه طبعا. هذا وفنان عمل طبعا. كذا. الخطوه الثالثه ان انا ابدا اعلي الترند كل يوم بان انا احط له شويه سبايسز عشان يفضل الترند والع. اول ما يعدي اسبوعين كرر نفس الثلاث خطوات الاولانيين مع موضوع تاني. اختار خلاف بين شخصين، البسوا ثوب الحق والباطل، شعلل، غير بعد 14 يوم. الموجة دي دايما بفكر الشخص اللي الترند النهاردة بينال منه انه هيخلص، وانها مسألة وقت. واما الترند يخلص سيبقى ليك عملك ان كنت مخلص، وما كنتش مخلص انا برضو مش هعمل العكس. يعني انا مش هدفي البسه ثوب المخلص. ان كنت مخلص وبتشتغل فعلا عشان شغلك وعشان تأكل ولادك وعشان بيتك، صدقني سيبقى لك عملك، ذاكرة شغلك، بالذات لو شغلك حاجة مسجلة هتفضل عايشة لأجيال بعدك إن كنت مخلص. وبحط تحت دي خط. أنا كإنسان على معدي الـ14 يوم دول هكون أنهكت، هكون منهكة إنسانيا ونفسيا وعاطفيا وكل منهكة، وقد يؤثر ذلك بقى صحيا على رفقاً الناس. رفقا ببعض بقى، عايز أقول لحضرتك حاجة يا أستاذة لميس. الحوار بصفة عامة ثلاث مستويات. المستوى الأعلى هو مناقشة الأفكار، إن إحنا نقعد نتناقش في فكرة. المستوى المتوسط هو مناقشة الأحداث. المستوى الأدنى هو مناقشة الأشخاص. وقت الأزمات الأفكار مؤلمة والأحداث مؤسفة، فالعقل البشري يهرب لإيه؟ مناقشة الأشخاص. ناخد شخص نطلع بيه سابع سما، سوبر هيرو، هو ده ابن مصر وهو ده التعليم. مع انه او حتى يعني مثلا في المقاومه ناخد نموذج ونقول هو ده نموذج ده كل حاجه في الدنيا. وناخد شخص اخر وننزل بيه ونخسف بيه سبع ارض. ده عايز يركب الترند، ده متخاذل، ده بتاع فلوس. يعني عايز اقول لحضرتك انا مش بتكلم عن كيس بعينها، لا ده انا ممكن اقول لحضرتك ثلاث اربع حالات والعداد لسه شغال، والهدنه هتخلص والعداد هيتجدد. فيعني لو عندنا رساله نقول للناس رفقا ببعض، خلوا سهام ألسنتنا توجه لصدور أعدائنا.